هذا وأكد سفير مصر في واشنطن معتز زهران أن انطلاق القمر الصناعي المصري ساتا 301 يعد خطوة متقدمة في مجال الاتصالات. مع شركة سبيس اكس التطور اللي موجود الحقيقة هو تطور يبعث بالفخر، لأن مصر لأول مرة بتنطلق في ما يتعدى المجال الحيوي الطبيعي اللي مصر كانت طول عمرها بتغطي شمال أفريقيا والشرق الأوسط. دلوقتي عن طريق القمر الصناعي الرابع مصر إن شاء الله هتخش وتنافس فين؟ في أفريقيا، جنوب الصحراء وفي القرن الأفريقي. دي حاجة. الحاجة التانية إن القمر الصناعي الجديد هيكون محطة إضافية كمان لنقل تكنولوجيا المعلومات عن طريق الإنترنت.